والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فأي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ مما يستعد به المسلم الموفق أن يفتش في نفسه وأن ينظر هل هو على عمل مما ذكر أنه من الكبائر، فإذا كان عنده شيء من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح أن يندم على ما حصل منه، وأن يعزم عزما أكيدا أنه لا يرجع إليها بعد رمضان. لا بد أن يندم على ما سبق، وأن يعزم عزيمة أكيدة أنه لا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. وإن كان فيه شيء من حقوق الناس فليجتهد في تحلل أصحاب الحقوق حتى يأتي رمضان وهو قد تهيأ لمغفرة الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فأي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومعنى إيمانا يعني مصدق بهذه الفريضة العظيمة ومحتسب الأجر عند الله عز وجل وممتلي قلبه بالرجاء من الله عز وجل، وهي فريضة عظيمة، فهي ركن من أركان الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فصوم رمضان مبنى عظيم من مباني الإسلام الخمسة، ولذلك لا ينبغي بل لا يحل لمسلم أن يفرط في هذا الركن العظيم، فإن من فرط فيه عامدا متعمدا فإنه على خطر عظيم، أجرنا الله وإياكم من ذلك.